كابتن يوسف، طبعا في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، وطبعا عايزه ابارك لك النهارده على مباراتكم مع نادي هليوبلس، وبارك لحضرتك طبعا تواجدك في الجهاز الفني للفريق الاول للكره الطايره سيدات. كمان كلميني عن مباراه النهارده، شايفه النهارده جميع لاعبات النادي الاهلي يمكن كله او معظم اللاعبات شاركوا النهارده، شايفه ادائهم النهارده ازاي امام نادي هليوبلس؟ طبعا اهلا بقناه النادي الاهلي، والحمد لله ان تم اختياري السنه دي مع جهاز كابتن ابراهيم فخر الدين، ويا رب نكون على قد المسؤوليه ونكون اضافه ومساعده لكابتن ابراهيم ان احنا نحقق كل البطولات. الدور الاول طبعا احنا ما لعبناش مباريات وديه خالص، فكل مباراه الفريق بتعتبر ان هم بنعرف اخطائنا بنحاول نشتغل عليها من خلال التمرينات. النهارده ماتش هليوبلس، يعني طبعا كل الفرق اللي احنا بنلعبها فرقه محترمه جدا، احنا ما بنلعبش الفرق اللي قدامنا على قد مستواها، احنا بنلعب على قد يعني بنمثل اسم النادي الاهلي، فلازم الفريق يبقى قوي في كل مبارياته. كابتن، عايز اعرف من حضرتك البري سيزون بقى، الاستعدادات قبل بدايه الموسم كانت عامله ازاي مع لعيبه النادي الاهلي؟ الحقيقه البري سيزون كابتن ابراهيم اول فريق في النادي الاهلي بدا السيزون بتاعه، كابتن ابراهيم بدا يوم 1/7، احنا ابتدينا شغل يمكن ما فيش حد في الجهاز ولا حد من اللعيبه قدر ياخد اجازه خالص، بقى لنا هو احنا داخلين في شهر نص 11 واحنا يعني بناخد يوم اجازه بس في الاسبوع. البنات عايزين يعوضوا الموسم اللي فات، وان شاء الله بمجهودهم وباجتهاد الكابتن ابراهيم وتواجده الدائم وتصليحه للاعبات، كل الجهاز الفني الصراحه جهاز يعني العلاقه بينا طيبه جدا، يعني انتوا اكيد ملاحظين ان البنات بيلعبوا هم مرتاحين وهم مبسوطين، فان شاء الله هيأدوا اداء احسن بكتير ان شاء الله. يا كابتن، برضه عايز اعرف من حضرتك الاستعدادات بقى للمباراه القادمه ان شاء الله، المباراه القادمه اللي هتكون في انتظار النادي الاهلي وهتستعدوا لها ازاي يا كابتن؟ احنا هنبتدي الدور الثاني، احنا خلصنا مباريات الدور الاول كله الحمد لله بالعلامه الكامله، كل مبارياتنا لا اما 3-0 في مباراتين بس 3-1. الماتش اللي جاي بدايه الدور الثاني مع فريق النادي العبور، يمكن الدور الاولاني كان اول ماتش النادي العبور فاتخذ مننا جيم، ما كناش لسه يعني التشكيله ما كانوش البنات خدوا على بعض، ان شاء الله الدور الثاني هيشهد تالق بنات النادي الاهلي ان شاء الله، وتبقوا انتم موجودين معانا ان شاء الله يا كابتن، وبالتوفيق ان شاء الله في المباريات القادمه. شكرا يا سلا، شكرا يا كابتن.